السلام عليكم. في الحلقة الأولية تحكينا عن التايجر شارك، اليوم بنتحكي عن شيء مختلف تماما وأصغر في الحجم تماما، بنتحكي عن الماكرو فوتوغرافي. واختاريت حق حلقة اليوم في الماكرو حصان البحر وبالأخص البيجمي سي هورس. يعني شنو بيجمي سي هورس؟ البيجمي يعني القزم. ففي 7 أنواع من حصان البحر القزم أو الصغير جدا، اللي هو يتراوح حجمه بين يعني في سنتيمترات، سنتيمترين على الأرجح في الأفرج، ممكن يكون أقل أو أصغر طبعا، لنقول سنتيمترين من الذيل إلى أعلى الرأس. فعادة الحصان لين يكون في مكانه أو واقف يكون يعني مثل ما نقول إحنا مكلب بذيله، فيبين نص الجسم الفوقي وهو طبعا نص الحجم. فلنقول مثلا نقول 2 سنتيمترز، سنتيمتر الاولي في الذيل اللي هو ميود في المكان اللي هو واقف فيه، والجزء الثاني يكون الجزء البارز فسنتيمتر واحد. فاحنا نتكلم عن حصان البحر صغير جدا اللي هو البيجمي. طبعا معروف ان في 7 أنواع من البيجمي سي هورس، 7 أنواع من البيجمي سي هورس، واللي أنا شخصيا شفت منها 4 أنواع وصورت 4 أنواع. ببتدي باللي أنا طبعا بحط لكم الصور باللي بالسي هورس اللي أنا شفتهم. ببتدي بالسي هورس الأولي اللي اكتشف أعتقد في 1969 اللي هو بارجي بانتي يسمونه. البارجي بانتي اكتشفوه سنة 69 لما شالوا جزء من الكورال وهم يتفحصون على الأرض طبعا، ما أدري شنو كانت الدراسة، واكتشفوا الحصان البحر هذه طبعا كان ميت. فطبعا اللي اكتشفه كان اسمه أعتقد جون بارجي بانتي أو جورج بارجي بانتي، فلذلك سمي بالبارجي بانتي. فأول نوع اللي هو البارجي بانتي، وعندي كذا صورة حق هذه الحصان، وهو من أجمل البيجمي سي هورسز الصراحة. الصورة الأولية إذا تشوفون الحصان طبعا قاعد في السيفان، يعني عادة هذه النوع من السي هورس يقعد في مكان يسمونه سيفان، نوع يعني سوفت كورال دائري، ساعات يكون بأحجام كبيرة ساعات أحجام أصغر. طبعا كل ما كانت الأحجام أصغر كل ما كان أسهل إن ندور على الحصان فيه لصغر حجم الحصان. وإذا تشوفون شلون الكاموفلاج أو التخفي نفس لون السيفان، السيفان إذا كان لون بهاي اللون اللي إحنا نشوفه يمكن وردي غامج، تشوف الحصان على متشكل أو يعني متلون بنفس اللون، والألوان تختلف. يعني الصورة الثانية بعد لون الوردي شوي الوردي مختلف، وطبعا في مثل ما تشوفون زوم على الحصان على الجنبين، تشوفون الكورال اللي هو جزء من السيفان، طبعا الشبك اللي في السيفان، سيفان دائري ومثل عبارة كأنه مش صاير. فتشوفون بأن شكل الحصان والباترن اللي فيه والألوان بالضبط نفس الكورال. الصورة الثالثة اللون مختلف نفس البارجي بانتي، بس لون أصفر على يمكن بني شوية، لون جميل ومن الألوان النادرة جدا. والصورة طبعا فيس تو فيس تكون أصعب عادة. بعدين بنتكلم عن صعوبة تصوير هذه النوع من الحيوانات والأسباب. الصورة اللي عقبها هذه صورة جميلة، ليش؟ لأن هذين حصانين وراء بعض، فكانت لقطة يمكن مميزة وما تتكرر كثير. وأنا حتى الصورة حطها وراي هني مكبرها ورا نفس الصورة، حصانين مع بعض في نفس الاتجاه، فيمكن ما أتوقع أنها راح تتكرر هاي الصورة مرة ثانية. الصورة اللي عقب بارجي بانتي أصفر، ما أقول نادر ولكن صعب الحصول عليه. إنزين، النوع ذي بارجي بانتي من أجملهم، وعادة يعني حصلهم على بعد أو على يعني عمق 24 متر 25 إلى 27، هذه الأعماق، وعلى السيفان. ومو كل سيفان لازم يكون فيه طبعا حصان، فإحنا ندور السيفان وبعدين نشوف إذا كان في البارجي بانتي وبعدين نبتدي نصور، والتصوير ياخذ له وقت.
لأن الخيول هذه أو حصان البحر بشكل عام they are very shy. يعني لين المصور يروح باللايتنج لما نحط اللايتس على طول يغير اتجاه راسه إلى الجهة الثانية، فتصير الصورة بحيث أن أنا أخليهم يلتفتون لي وبعدين بسرعة طبعا أصور. صعوبات أن الحصان أو يعني الأوبجكت مالي يختفي، لأن من صغر سنه صغر حجمه يكون صعب أن أنا أحصله عقب ما أحركه، أحاول أحركه وأخلي اتجاهه في اتجاه الكاميرا أن أحصله. النوع الثاني يسمونه دينس. هذه صورة الدينس، طبعا هذه صورة، هذه أول صورة أنا أصورها حق بيجمي سي هورس. الإضاءة يمكن ما تكون جيدة لأن هذه أول سنة أصور فيها، وهي أول مرة كنت أشوف فيها يعني البيجمي سي هورس الدينس، وكان أتذكر في منطقة راجا أمبات في إندونيسيا. هذه الصورة في 2016. الصورة اللي عقبها بعد دينس، بس عقب ما تمكنت يمكن من طريقة التصوير والإضاءة، الصورة أوضح جدا حق الدينس سي هورس، ثاني نوع خلينا نقول. الأنواع، النوع الثالث اللي أنا شفته مرتين في 2019 أتوقع، يسمونه بونتوهي. وهذه البونتوهي طبعا مختلف تماما. قبل أرجع حق الدينس، بعد أعماقه بين 26 و30 متر عادة نحصله، بعد على سيفان. النوع ذي اللي هو البونتوهي مختلف، إنه هو يحصل على أعماق أقل، يعني أتذكر كان هاي بين 5 و6 متر، مو على سيفان، في نوع ولا هو كهف، يعني كأنه خلينا نقول نوع المغارة صغيرة، وتحت داخلها طبعا مغارات عودة، وداخلها كان هذه البونتوهي موجود. فلذلك صعوبة الحصول عليه أصعب من البارجيبانتي، لأن ما نعرف بيئته بسهولة. وطبعا هذه يتميز بأنه كثير الحركة، كثير الحركة من حيث أنه مو بس يفتر عن الـ عن الـ عن اللايت، ولكن حتى يغير مكانه، وعقب ما يغير مكانه صعب ان الواحد يحصله مره ثانيه. فكان صعب، بس الحمد لله يعني توفقت بالتصوير. عندي بعد صوره ثانيه حق نفس الحصان، يمكن شويه اوضح على الوجه، والصوره الثالثه شويه يعني في الباك جراوند اسود، يمكن ملامح الحصان يكون اوضح. فهذه النوع الثالث. النوع الرابع شفته مره صراحه واحده فقط، اللي هو يسمونه سيفرنسي، وصعب في التصوير جدا لأن لونه داكن أو أسود، فاللون الداكن عادة في التصوير يكون صعب. فعندنا سيفرنسي في هاي الصورة شفته مرة، ويعني نحاول نشوفه يمكن في السفرات الجاية. وهذا إذا ما خاب ظني كان على 4 متر، نفس الأماكن اللي يتواجد فيها البونتوهي عادة، في الكافرنز يعني في المغارات الصغيرة، وما له مكان محدد، فصعب التعرف عليه، وصغير جدا وحركي جدا. في انواع ثانيه طبعا ما حالفني الحظ اللي احنا نشوفها، وهي اتوقع انها هي نادره اكثر، وموجود في مناطق ثانيه. اتوقع في اليابان في نوع يسمونه كولماني، اتوقع يكون موجود في اليابان، في ساتومي بعد في اليابان، وفي نوع الاخر نسيت اسمه، والناتوس اعتقد اسمه، ما قد شفته ولا حتى شفت صورته، بس موجود عنه قريت عنه. فيمكن السفرات الجاية طبعا في آسيا وشرق آسيا، كل هذه يعني الكريترز أو الأحياء البحرية موجودة إن شاء الله بنحصلها. طبعا صعوبة إن الواحد يبحث عنهم هي الصعوبة الأساسية، بعدين صعوبة التصوير اللايت وكذا، وخصوصا بالنسبه حق الدينس والبونتوهي، او الدينس والبارجبانتي، لما يكون على عمق بين خلينا نقول 25 و27 عاده الوقت عندنا قصير للتصوير، بسبب طبعا كثره النيتروجين في الجسم، فالغواص لازم يطلع بشكل اسرع، يعني البوتوم لاين بيكون اقل، فبالتالي الوقت قصير، والواحد يكون في سباق مع الزمن عشان يصور. ولكن طبعا في مناطق اللي مثل الفلبين واندونيسيا واليابان
هذه طبعا الاحياء موجوده، بس يبي لها واحد يعرف وين يروح. طبعا احنا دائما نستعين بالجايدز اللي موجودين، لوكال جايدز هم اللي يعرفون حق الاماكن او تقريبا يعرفون وين ممكن نحصلهم ونروح لهم. هذه كانت حلقه اليوم عن البيجمي سي هورس، وان شاء الله نلتقي في حلقات جايه. شكرا.